وصول الفنانة نهال عنبر لمواساة ابنة الفنان الراحل نهد محمد شريف على عربية النعش. طب تيجي معايا في العربية، أنا رايحة. لا ما أنا عربيتي لازم تبقى معايا عشان ما نمشي مع بعض. إيه اللي هتوصي بيها ليه؟ إيه فنان؟ ده مؤقتا بس. استنى يا ابني، يلا يا هاني يا ابني لازم تبقى جاهز. يا هاني العربية هتطلع. يلا يلا الله يرحمك يا سامي. دقيقة بالظبط. انا حاسس ان ارجع ايدك ثانية يا اسطى. اهو السوق.